يدفع المبلغ هذا للنصر يتكفل بهاللاعب ويا هلا وسهلا. بس هل من المنطق اني اخذ 25% او 20% من ميزانية النادي مو فريق كرة القدم وادفعها مرة واحدة ودخل النادي في متاهات مالية؟ يعني خذلوك اعضاء الشرف؟ شوف خلينا بعد نكون هنا واضحين. واتمنى انه ما حد يزعل مني. انا فترة رئاستي بس يعني بحكي عن فترة رئاستي اللي انا متأكد منها. اللي دعموا ماليا ينعدوا على اصابع اليد الواحدة. طبعا انا استثني خالد بن عبد الله بن عبد العزيز من الموضوع. لان لولا الله ثم هو علوم. طيب هذول الناس اعضاء الشرف اللي كانوا داعمين في الفترات السابقه، وش اللي غيرهم؟ ما كان في احد داعم في فتره ادارتك، ما كان فتره الامير محمد.